تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المستمعين واسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صحه وسعاده، صحه وسعاده برنامج تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما إذاعه نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح افاق التواصل معكم لاستقبال ارائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه ان يساهم في تطوير القطاع الصحي في اماره دبي بشكل خاص ودوله الامارات العربيه المتحده بشكل عام. فاهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه التي نتمنى ان تكون ان شاء الله مليئه بال <applause> مليئة بك بالفائدة الصحية طيب عموما قبل ما نبتدي معاكم الحلقة نعرفكم بأرقام التواصل معنا بس خلينا نرحب بفريق العمل معنا اليوم في الإخراج عيسى سبيل وفي الإعداد يوسف سعد هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وصبح الله بالخير دكتورة ميسون الشعالي صباح الخير صبحكم الله جميعا ان شاء الله بكل خير وسرور يا رب حياكم الله في برنامجنا الاذاعي ارقام حب... التواصل معنا دكتوره كم ارقام التواصل 600 والمسجات على 4006 في انتظار مسجاتكم ومكالماتكم ان شاء الله تعالى عموما نحن نبتدي معاكم في بدايه حلقتنا مستمعينا مع الفقره التغذويه معانا عبر الهاتف الاخت سهى نوفل اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي بنتكلم معاها ان شاء الله عن شو عن شو بنتكلم بنتكلم عن بعض الاثار السلبيه لمشروبات الطاقه صباح الله بالخير سهى سادسها؟ سهى لجميع المستمعين يا هلا يا هلا هلا فيك تفضلي يا ستي طبعا احنا اليوم بس رح نعطي بعض النصائح لجميع مستمعينا عن اضرار مشروبات الطاقة اللي مع الاسف الشديد منتشرة في في متناول جميع الايادي سواء اطفال سواء مراهقين او حتى الناس اللي مدركة مخاطرها ومعها كيف تتناولها وخاصة زي ما أنت بتعرف هلا المدارس داومت، الجامعات الجامعات داومت، فالكل بيعتبر إنه مشروبات الطاقة هي الوسيلة اللي ممكن تعطيه أكبر قدر ممكن من الطاقة إنه يسهر، إنه ينجز، طبعاً على عكس الحقيقة العلمية لهي المشروبات. نعم. فإذا بدنا نحكي عن مشروبات الطاقة وأضرارها الانسان في لما بيتناولها اللي مش مدرك مخاطرها بيقول لك هاي بتزيد عندي التركيز آه رح تخليني اسهر فتره طويله آه تعطيني شعور شوي اني ريلاكس مش استرس. طبعا الحقيقه العلميه تنافي هذا الكلام تماما مشروبات الطاقه بتعطيك شعور انه في تركيز في سهر لفتره بسيطه جدا لكن بعد ما يخلص مفعول الكافيين اللي موجود فيها بيقلب الموضوع على العكس تماما واسوء مما كان عليه كيف؟ طبعا هي فيها نسبه عاليه اولا هي فيها نسبه عاليه من الكافيين هي فيها ثلاث اضعاف نسبه الكافيين الموجوده في المشروبات العاديه صحيح وفي حتى سكر. في القهوه كمان هي. في المقابل السكريه اللي فيها برضه مضاعفه عن المشروبات والعصائر الطبيعية هلأ هو لما عم بتناول كمية عالية من الكافيين وبركز بركز فيها على آه يعني هاي بتروح بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي وعلى الأعصاب بتتعب الأعصاب عند الشخص فبالتالي حيكون لها طريقين بتأثر في طريقين م -م. مختلفين إما بتأثر على الجهاز العصبي نفسه اللي رح يتعب فيما بعد وينت... يعني يرهق زيادة عن اللزوم أو حتسبب الإصابة بالجفاف واستنزاف العناصر الغذائية الزائدة في الماء لأن هاي الكافيين اللي فيه بالنسبة هاي العالية حيزيد من إدرار البول وبالتالي حيوصل الإنسان للجفاف وكل العناصر والفيتامينات الزائدة في الماء والمعادن حيصير لها استنزاف مع آه مع البول والتعرق الزائد اللي راح يصير بسببها. طبعا اضافه لها كثير من الاثار السلبيه لها أم يعني اللي بتناولها بشكل كبير ممكن تؤدي الى حصاوي الكلى ومع تكرار حصاوي الكلى تؤدي الى الفشل الكلوي القلق العصبيه زياده تدفق الدم لانك انت بدك تخلي بيصير فتره طويله فبيزيد تدفق الدم في العضلات وعلى القلب وهذا كله مرهق للجهاز لحتى الدوري اللي هو الدوره الدمويه كلها تصير فيها ارهاق طيب سواء اكل الاسنان اه تفضل هني احمد يسال يقول عندنا في السعوديه في مشروب طاقه ذكر اسمه يقول مو عشان الكافيين اشربه بس لانه حلو وبعدين من اشربه عادي انام لا هو بتهيأ له هو ممكن ينام بس هو من جوا الجهاز عنده تعب تعب ناوي كميه كبيره جدا من الكافيين ما هي المشكلة إنهم بحطوا فيهم ألوان ونكهات حاليا هسه اللي عم بيطلعوا فيه زي ما هو حكى لك عم بي يعني بيشربوا لأنه طعمه لذيذ مثلا لكن تعال على المكونات اللي فيه تعال على المواد الحافظة اللي فيه والملونات هاي أغلبها بتكون دوليا ممنوعة لها علاقة بالتشنجات يعني انت تسهر لما بدك تستلذ في كثير بدائل عندنا بس حبينا نعرف ساعات يقولون لها علاقه بالتشنجات اللي قد تصيب الناس اللي هي المشروبات صح لانها هي عم بتزيد من تدفق ضغط ضغط الدم لما بتزيد ضخ الدم على القلب وبتزيد عندك الاعصاب بتهضلها فتره طويله متحمله ومقاومه للراحه فهذا كله بالاخر عم بياثر على الجسم نعم طيب نحن شاكرين لك أستاذ سوهانوف على التغذية في هيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات الجميلة وأيضاً يعني ال... الواحد يبعد عن هذه المشروبات قدر الإمكان شكرًا لك يا سوها. أهلاً فيك أهلاً شكراً. أهلاً فيك أهلاً. ها دكتورة المشروبات مشروبات الطاقة كيف الواحد ممكن يبتعد عنها؟ والله الحين حاليا في قانون في ضريبه على المشروبات الطاقه طبعا احسن على مر التاريخ بغض النظر دكتوره رفعوا السعر ان شاء الله عشرين دبل واحد بيشرب اذا اذا هذا مدمن المفروض الناس يبتعدون عنها جدا سيئه اضرارها مثل ما قالت سوها كثيره الواحد لازم ينتبه على نفسه يحاول يستعيض بالاشياء المفيده في وايد مشروبات ثانيه مفيده، الاعشاب، وايد اشياء ثانيه، يحاول كثر ما يقدر يبتعد عنها. طيب نحن دراستنا اليوم عن فوائد طبيه مذهله للزنجبيل. يقولون تحيط بنا نباتات عديده يمكن ان تحسن صحتنا ومزاجنا مثل ما قالت الدكتوره ميسون ان الواحد يستعيض بهذه المشروبات عن مشروبات الطاقه، الا انه من الضروري مراجعه الطبيب قبل ان تستخدم هذه النباتات. في العلاج حفاظا على الصحة الزنجبيل أحد التوابل المفيدة جدا للصحة ويستخدم في التغذية والعلاج على مدى قرون عديدة من أهم خصائصه يحسن عملية الهضم يعاني حيث يعاني الكثير من الناس من سوء الهضم والنفخة هذه اللي في البطن ما يسبب عدم الراحة وآلاما في البطن الزنجبيل فعال جدا في تحسين عملية الهضم وتفريغ المعده ايضا يقول لك ينظم مستوى السكر في الدم ويخفض خطر الاصابه بامراض القلب يمنع الاصابه بمرض السكري يخفض الام العضلات يخفض مستوى الكوليسترول في الدم مقاوم للعدوى والالتهابات لانه يحتوي على ماده شو جنجيرول أنزين؟ في مشروب اسمه الجنجرال المهم آه هذا يحافظ على آه لانه يحتوي على ماده الجنجيرول اللي تخفض خطر العدوى وتعالجها بفعاليه عدوى آه الالتهابات لانها تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا والتهابات الجهاز التنفسي، يمنع الاصابه ايضا بالتهاب المفاصل ويعالجها كما انه يخفف الام الحيض ويعالج الغثيان اذ يكفي تناول واحد الى واحد ونص جرام من الزنجبيل يوميا لعلاج الغثيان الصباحي الناتج عن العلاج الكيميائي، ايضا من فوائد الزنجبيل انه يمنع الاصابه بالسرطان، انا يعني ضد مصطلح انه يمنع على كثر ما انه هو يساهم في الوقايه. انزين يساهم في الوقايه من الاصابه بالسرطان لانه يحوي على ماده الجنجرول اللي قلنا عنها الفعاله ضد السرطان. هذه كلها فوائد دكتوره عن الزنجبيل، ليش ما نشرب زنجبيل؟ بالضبط. ها؟ الزنجبيل جدا مفيد. انت تشربين قنزبيل؟ انا احطه ويا ويا الحليب ها؟ <applause> وبعدين طعمه لذيذ. امم في الطياره وانت مسافر بعد ينزل لك كذا مالك وهذا فتكون مرتاح. وله تاريخ عريق يعني يستعملونه كوصفه علاجيه. في العديد من الادويه بعد كذلك مم. داخل. عموما عليكم بكاس من القنزبيل. <applause> زين صباحا هو قنزبيل ولا زنجبيل ولا شو عيسى؟ زنجبيل. زنجبيل هي. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مشروبات الطاقه مرفوض بكل معنى الكلمه. <applause> يقول احب الدانجو والباجلا مع خبز وقافي <applause> بالعافيه عليك ابو طيب ما نطلع فاصل دكتوره بعد الفاصل ان شاء الله ما نتواصل مع المستمعين فاصل ورجعي صحه وسعاده أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة في بعض الأسئلة اللي يتنا دكتورة ميسون على موضوع اسمه مشروبات الطاقة وغيرها أنزين ف يعني يقول لحظة وين أول شيء صحيح كلام الدكتورة من أشرب يصير دورة المياه أنزين في حد كان يقول هل شرب أكثر من ثلاث مشروبات غازية في اليوم يؤثر على الجسم اكيد طبعا ياثر ياثر و... اذا مشروب بدل... واحد ياثر ايه يقول كان بريالين وصار باربع ونص نفس كلام محمود لازل تشتري هذا كنا نتكلم عن موضوع حلو حق الحلق والكحة هذا كان يتكلم عن الزنجبيل يو. يقول ينزل كوليسترول يبالي اليوم عيل كل يوم إن شاء الله سؤال أوراق الشاي بالزنجبيل هل لها نفس مفعول الزنجبيل الصافي دكتورة؟ آه. لها تق... لها مفعول للزنجبيل نحن بالعاده في ينصحون الزنجبيل مع الشاي الاخضر جدا مفيد جميل ننصح فيه انا في اليوم لازم اشرب ثلاثة علب مشروبات غاز هذا قلنا يا جماعه الخير ابعدوا حاولوا أنا... تبتعدون عشان صحتكم ها. ها. الحين ها. بدأت احد يقول بس علبتين عقب المعجنات الفطور والغداء عشان الهضم يقول ما ينهضم الاكل الا به لا يتهيأ لك انزين <applause> المدير بيصكني وورنينج يكلمني مسوي له طاف لا سوي طاف اخويا اطلع برا على البث زين انزين طيب خلونا نتكلم عن موضوعنا اليوم ان شاء الله بس نذكركم بارقام التواصل 600551414 وعن طريق الرسائل النصيه على 4006 أعزائي المستمعين ضمن احتفالاتنا الخاصة بعام زايد كانت هيئه الصحه بدبي قد اطلقت مجموعه من المبادرات المهمه التي تحاكي مجمل الانجازات الصحيه والطبيه وغيرها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان اللهيا رحمه الله وقد تفاعل موظفو الهيئه الصحه بدبي وافراد المجتمع مع مجمل المبادرات ويساعدنا في الحديث عنها اليوم الاستاذ خالد الجلاف مدير اداره البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئه الصحه بدبي اهلا وسهلا استاذ خالد اهلا وسهلا استاذ خالد خبرنا شويه عن المبادرات عطنا نبذه عن المبادرات اللي اطلقتوها نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المبادرات هيئة الصحة في دبي كانت ضمن مشاركات جميع المؤسسات والهيئات في الإمارات العربية المتحدة اللي يعني حاولت قدر المستطاع أن تتفاعل مع هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وهي احتفالية بمؤوية المغفور له الشيخ زايد فريق العمل في هيئة الصحة في دبي فريق عام زايد فكر في أن يقدم العديد من المحاور في الاحتفالية وبحيث أنها ما تكون مقتصرة على جانب فقط جانب الكور بزنس الخاص بهيئة الصحة إنما كان كانت المحاور متعددة رياضية ثقافية فنية مجتمعية خدماتية في كافه هذه المجالات يعني عملنا طواف زايد للدراجات عملنا مسابقات في كره القدم والسله والطائره في باسم عام زايد عملنا معرض كتاب عن الشيخ زايد عملنا مسابقه فنيه في قال زايد في الخط العربي وراح يكون ان شاء الله قريبا معرض لنتائج هذه المسابقه هناك طبعا فعاليات وعيادات وخدمات انسانيه للمجتمع باسم زايد للمعسرين ايضا هناك قريبا جدا يعني خلال الأسبوعين القادمين سوف يتم إطلاق مشروع مع جمعية دار البر اللي هو مشروع طوي زايد وهذا يقدم موظفي هيئة الصحة للدول الفقيرة اللي تحتاج إلى حفر الآبار باسم الشيخ زايد وطلب من الله تبارك تعالى أن يتقبل هذا العمل ويزيد في ميزان حسنات الشيخ زايد رحمة الله عليه وميزان حسنات أيضا المتبرعين من موظفي هيئة الصحة كذلك الأمر بالنسبة للأسر المتعسرة هناك يعني فكرت الهيئة مع شركات التأمين أن تقدم بطاقة تأمين زايد للفئات المتعسرة وهي هم الحالات اللي ما تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقات التامين وهذه فكرنا ان نساعدهم من خلال بطاقه باسم زايد اللي اياديه الخيره كانت تمتد لمثل هؤلاء وغيرهم طبعا بانتظار يعني منتصف هذا الشهر ان شاء الله ان آآ ان آآ يعني نحصل على البحوث والدراسات كامله مهم. لانه هو الموعد المحدد لاستلام البحوث والدراسات حول الانجازات الطبيه والصحيه التي تمت في عهد المغفور له الشيخ زايد وابشركم هناك مشاركه جميله وان شاء الله سوف نعلن عنها من خلال برنامجكم خلال نهايه الشهر هذا باذن الله يعني مو باليوم لا لا بعد <تصفيق> <تصفيق> لا بعد أنا في باقي تقريبا يمكن عشرة أيام على موعد تقديم الطلبات حتى يكون عندنا الطلبات كامله باذن الله تعالى هل هو مقتصر فقط على موظفي الهيئه ولا عادي لا طبعا هذه كل انشطتنا اللي سمعتيها ما عدا موضوع مشروع الطوي زايد واللي اعتقد حتى يمكن فتحوه الان بعد الاخرين كلها شامله كافه فئات المجتمع ونحن ايضا لما نظمنا هذه الفعاليات استعنا بكثير من المؤسسات والدول والدوائر والهيئات المحليه والاتحاديه اللي ايضا كانت حابه أن تشارك معنا في تنظيم مثل هذه الفعاليات مثل ندوه الثقافه والعلوم، هيئه دبي للثقافه والفنون، الارشيف الوطني وغيرهم من المؤسسات اللي يعني سارعوا وبادروا للتعاون معنا في مثل هذه الفعاليات. جميل. طيب استاذ خالد يعني آه هذه دعوه نحن نوجهها لجميع افراد المجتمع للمشاركه في جميع هذه الفعاليات نحن آه شاكرين لك تواجدكم ونتمنى ان شاء الله آه لكم المزيد من التفوق والنجاح في مختلف الفعاليات كلمه اخيره تبغي توجهها قبل ما نختم معاك اللقاء او محور بغيت تتكلم عنه نحن غفلنا عنه؟ لا انا ابغى اقول ان مهما عملنا ومهما قدمنا للاحتفاء بزايد لن في صحيح هذا الرجل حقه انجازاته اكبر منا واكبر من ان نستطيع ان نحصرها ولكن اطلب ممن يذكر زايد ان يترحم عليه وان يعني يدعو لخليفه بان يكون خير خلف لخير سلف وان يستمر اخوانه واعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وولي العهد الشيخ محمد بن زايد كل هؤلاء ان يستمروا على نهج زايد واحنا كلنا عيال زايد وكل ما نقدمه اليوم هو نتاج بعد الله تبارك وتعالى فضل زايد اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم امين والحق ان شاء الله بالانبياء والصديقين زايد فخامه الكلمه تكفي اصلا يعني الواحد هو زايد في الخير زايد في العبقريه زايد في الحكمه آه زايد يعني مثل ما ذكرت استاذ خالد الواحد ما يقدر يفي حقه ولا حتى لو خصصنا يعني مئات السنين للحديث عن المغفور له باذن الله الشيخ زايد عموما نحن كانت آه هذه معظم الفعاليات اللي نحن تحدثنا عنها في هيئه الصحبه دبي احتفاء بعام آه زايد نتمنى لكم التوفيق استاذ خالد الجلاف وايضا ما نطلع فاصل بعد الفاصل هني في مسج واصلني عيسى، إذا تقدر تتصل في الريال يطلع على الهواء معانا يتكلم أو إني أنا بقرا المسج يعني بشكل عام ومنشوف شو ممكن نساعدك فيه، يتحدث عن خطأ طبي، بقول لك شو تسوي بس إذا ما نسمع منك زين، فاصل وراجعين. صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم وميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة واحد أربعة واحد أربعة والمسجات على أربعة صفر صفر ستة طيب على طار المسجات نحن حاولنا نتصل فيك اخوي بس تليفونك مشغول هو بعث لنا رساله انا كنت اتمنى اسمع المكالمه من عنده يقول آه ان ولدي آه تبهدل هل يرضون آه بان الصحه في الدوله تكون سبب لاعاقه ولدي في تفاصيل وايد حدثت لي واحداث وايد صارت لي معاهم آه كل تبين مدى الاستهتار في مستشفى لطيفه ومستشفى راشد وعدم المبالاه. اترجاهم بس عشان يدخل ادخل على الدكتور يشخص حاله ولدي يبون ولدي يستوي معاق ولا اعمى عشان يتصرفون خلوه بدون متابعه لين ما الماي زاد في مخه وبالصدفه عرفنا روحنا عقب وحتى يوم عرفوا ما اتصرفوا واصلا قالوا لي موقفين هاي العمليه ما يسوونها في دبي لازم ابو ليش مخليني عيال ادور وراكم ولا تحولوني وانتوا ما عندكم علاج اصلا حق ولدي الحين حاله ولدي يبالها متابعه لطول عمره الجهاز اللي تركب في مخه لطول العمر انا شو بسوي معاه اذا شي لا يبون يساعدوني أعالجه برا على البلاد ولا يبون يعالجونه في البلاد حسبي الله ونعم الوكيل انا قريت رسالتك كلها كنت احاول اتواصل معاك تطلع معنا على الهوس عيسى قال لي تليفونه مشغول رسالتك راح تتحول ولكن يعني اذا بتسمح لي انا بطلب حتى التقرير نفسه على الموضوع هذا لان هذا فيه اتهام لي أكثر في اتهام لاكثر من مستشفى في شو اسمه توجيهات يعني أه أه بالتقصير لاكثر من شخص وهذه لازم يصير فيها تحقيق اذا كلامك سليم. <applause> لانه في اجراءات في هذا الموضوع، حتى لو المستشفى، مستشفى راشد ولا مستشفى لطيفه ولا حتى مستشفى دبي ولا اي مركز او اي طبيب يشتغل في القطاع الحكومي او الخاص، عندك اجراءات وعندك انت في بلد قانون، اذا لك حق بتاخذه. طيب؟ ف بيتصلون فيك الجماعه بعد البرنامج وبيتابعون معاك هذا الموضوع، وأيضاً اسمح لي أني أنا بذكر حتى التفاصيل لو المستشفى غلطان لازم يصير في محاسبة للناس المعنيين وإذا أنت تجنيت عليهم بعد يعني سامحني يعني المفروض أنه مثل ما طرشت هذا المسج وقريناه على الهواء بعد ما نشوف يعني شو الوضع فعموماً يا صاحب الرقم اللي نهايته ثمانية واحد ثمانية بيتصلون فيك الجماعة وبيتابعون معك وآلية الشكاوى يا جماعة الخير الهيئة تتعامل حاليا يعني حتى حتى التقسيمة والاستراتيجية والهيكل التنظيمي للهيئة يعني في من الشفافية الشيء الكبير أنك أنت ممكن تتعامل أو تاخذ حقك بشكل يعني إن شاء الله عادل نحن في بلد قانون وعدل واللي له حق بياخذه. لا. والمقصر يتحاسب. بس حبيت اوضح بعد نحن يعني كاطباء في هيئه الصحه محاسبين جدا على اي شيء. بغض النظر دكتور انا ما ابغي اتطرق لهذا الموضوع لان الموضوع بياخذ يبغي له حلقه كامله يعني لكن لكن انا ما ابغي اتطرق لهذا الموضوع بشكل سريع خلينا نشوف الحاله هذه مثل ما بعثت لان برنامجنا بعد نوع من الشفافيه انه نطرح من مثل مثل هذه الرسائل اللي عنده اي اي مشكله وكذا نحن نقراها مثل ما هي. عموما هل الزنجبيل يؤثر على الحامل في الشهور الاولى آه، الزنجبيل آه، يعني حصلوا انه ممكن يخفف الاعراض اللي هي اللوعه وهالاشياء بس حتى الخبراء يحسون أنه آه، يخافون انه ممكن يعرض الحامل للاجهاض مم. فما ينصحون فيه بكميات كبيره الكميه الريكومندد 1500 ملغ آه، دكتوره مي شو اخبارك <applause> مي <applause> مدير صباح. مركز دبي للتبرع بالدم صبحت الله بالخير صباح عندك الخير تعليق والسرون. ما شاء الله انا ترى عياس من هل... الدكاتره يا <applause> جماعه الخير بقول لكم اعزائي المستمعين انا عياس منهم هم ما شاء الله عليهم يتكلمون فيصاصرون بعض على المايك <applause> ما يعرفونكم انتم تسمعونهم تفضل يا دكتوره شو تعليقك؟ صباح الخير محمود وصباح الورد والسرور لكل المستمعين هي طبعا كل المواد اذا تاخذ بالكميات المعقوله ما يكون لها تاثير جانبي بس اذا الشخص يبالغ في اخذ اي كميه من حتى لو هي مواد طبيعيه فممكن يكون في لها مردود عسكي عسكي عكسي على عكسي المريض صحيح. او الشخص بصورة عامه نعم. طيب هني علي البقيش يصبح عليكم ويقول صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والسلام. طيب نحن موضوعنا اليوم دكتوره ما نتكلم عن التبرع بالدم في تقنيات جديده دخلت في المركز نبغي في البدايه يعني نعرفهم بالمركز والتقنيات الجديده اللي دخلت نعم. فضلي. طبعا مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد في اماره دبي للتعامل مع المتبرعين بالدم واليوم نحب طبعا نوجه كل الاشخاص اللي يتمتعون بصحه وعافيه وتنطبق عليهم شروط التبرع بالدم انه يتوجهون للتبرع بالدم لانه يوميا في حاجه الى جميع اصناف الدم لان الدم ليس له اي مصدر سوى الانسان وكذلك انه في حاجه متزايده للدم بسبب توسع الخدمات الصحيه في القطاع الخاص والحكومي في اماره دبي فنحب أه طبعا نذكر انه دواماتنا أه المركز مفتوح من الساعة السابعة ونص صباحا الى الساعة السابعة مساء من يوم الاحد للخميس ف وطبعا في عندنا حملات للتبرع بالدم بشكل يومي عن طريق حافلات التبرع بالدم المتنقلة ممكن لاي شخص يتصل بالمركز ويعرف وين مكان الحملة هذا اليوم اذا يكون هذا المكان اقرب له ومشكورين طبعا على تبرعهم هذا العمل الانساني اللي كل تبرع بالدم من شخص واحد ممكن أن يساهم في إنقاذ حياة ثلاثة إلى أربع أشخاص فنشكر جميع المتبرعين ونوجه الدعوة لجميع الأشخاص للتبرع بالدم سالتني محمود عن التقنيات الجديده في نقل الدم فطبعا بسبب الحاجه الى الدم في جميع انحاء العالم ولانه طبعا الدم هو المصدر الوحيد هو من الانسان فيتوجه علم نقل الدم الى ايجاد البدائل او الى تمديد فتره صلاحيه الدم ومكوناته فمن ضمن الأشياء اللي تم مناقشتها في الحلقات السابقة كانت بحث علمي تم نشره في تغيير فصيلة الدم أي فصيلة دم ممكن أن يغيروها إلى فصيلة الدم الأو وهذا طبعا يخلي استخدام الدم أفضل لأن الأو هو دم الكريم وهو معطي عام فممكن أن يستخدموه المرضى الآخرين وهذا باستخدام أنزيمات معينة اليوم احب دكتورة في عندنا نعم. مسج هني نعم. آه آه واحد يقول انا مره تبرعت واخر مره جتني دوخه وضيق التنفس وما قدرت اتحرك آه هو طبعا بعد التبرع بالدم في بعض الاشخاص جدا عددهم قليل م -م. انه آه يعانون من آه الدوخه وبسبب انه انخفاض في ضغط الدم بعد التبرع لكن هاي دائما تكون مؤقته وفترتها قصيره لذلك احنا بعد التبرع بالدم ما نخلي المتبرع يغادر مكان التبرع فورا بس دائما ننصحه انه يقعد عشر دقائق حتى يصير توازن في ضغط الدم الجديد لان اثناء التبرع الشخص راح يفقد 450 مليلتر من الدم فيحتاج الجسم بعض الدقائق حتى يوازن نفسه مع كمية الدم الجديدة وعادة ما تكون ثواني أو دقائق وطبعا في منشورات نعطيها بالإيد نصائح بعد التبرع بالدم أنه يتناول سوائل وعصاير ما يصعد مكان مرتفع ومرات طبعا في جونا الحار إذا يطلع المتبرع من دم ويمشي مكان مثلا لفترة ويكون الجو حار ممكن هذا هم يسبب لبعض الدوخة طيب كنت تبغي تضيفين شيء دكتورة نحن كنت, آه كنت اتكلم عن التقنيات الجديدة فاليوم احب اذكر للمستمعين انه حاليا تجري آه في بعض الدول آه آه تجميد للصفائح الدموية، احنا دائما اليوم كنت تسالني محمود الصباح عن الصفائح الدموية، الصفائح الدموية هي خلايا موجودة في الدم وتساهم في ايقاف النزيف وكثير من المرضى يحتاجوها، والمشكلة في الصفائح الدموية انه عمرها خمس ايام فقط فلما نسحبها من المتبرع فترة صلاحيتها هي خمس أيام بالضبط فلذلك طبعاً دائماً نتعاني بنوق الدم من أنه لازم دائماً نسحب صفائح ودائماً يكون في عندنا خزين للحالات الطارئة فاليوم الألم يبحث وتم تجربتها في بعض الدول هو تجميد الصفائح الدموية ممكن أنه يكون عمرها لمدة سنتين بدل ان يكون عمرها قصير، فهذه من البحوث اللي حبيت يعني انه اشارك بها ويا الجمهور انه في عندنا تغيير لاصناف الدم باستخدام انزيمات حتى تصير فصائل الدم الاخرى او، وفي عندنا تجميد للصفائح الدمويه حتى نمدد من عمرها، وكذلك طبعا في بحوث كثيره انه تحول بلازما الدم وهي طبعا السائل اللي يسبح بكل خلايا الدم، تحولها الى باودر. حتى ممكن استخدامها في الحالات الطارئة, الطارئة اللي هي يسموها فيلايز بلازما حتى نقدر نستخدمها في مكانات طارئة حتى لو كانت مش في داخل المستشفى فهذه من التقنيات الجديدة لإيقاف النزيف هذه تستخدمونها؟ أي نعم بلازما الدم تحتوي على بروتينات تستخدم في حالات الحروق الشديدة في حالات نزف الدم في حالات مرضية أخرى لتعويض بروتينات الدم جميل جدا دكتورة شو الفرق بين التبرع بالدم العادي والتبرع بالصفائح؟ التبرع بالدم الكامل هو أن يتبرع الدم بالدم كامل وهي العملية تستغرق تقريبا خمسة إلى سبع دقائق وإحنا من هذا الدم الكامل نرجع نحوله إلى كريات دم حمراء مركزة ونطلع منه بلازما وصفائح بس كميات قليلة التبرع بالصفائح الدموية لها شروط خاصة لازم المتبرع يكون سبق وأن يتبرع دم كامل وتكون فحوصات كلها سلبية بالنسبة للأمراض الفيروسية ويطول التبرع تقريبا ساعة وربع أو ساعة ونص لأنه يكون عن طريق جهاز يسمى جهاز الأفاريسز ياخذ دم ويرجع الدم للمتبرع شي ثلاث إلى أربع مرات بس النتيجة تكون صفائح من جودة عالية وكميتها كبيرة تستخدم للأمراض اللي يحتاجون إلى نقل صفائح طيب دكتورة دائما الواحد يفكر بالمخاطر المترتبه على التبرع بالدم. خلينا نعم. نتكلم اول شيء شو هي الفوائد وما هي المخاطر؟ نعم. اذا كانت هنالك مخاطر. نعم. طبعا فوائد التبرع بالدم على راسها انه هو عمل انساني نبيل صح. وما له بديل، فهذا الشيء طبعا من اسمى الاعمال الانسانيه. التبرع بالدم المنتظم يساعد في تقليل الجلطه القلبيه والجلطه الدماغيه. ويساهم في تغيير خلايا الدم فدائما المتبرعين يحسون بنشاط بعد التبرع بالدم يتم بعد التبرع بالدم انه الجسم ينتج خلايا جديده وبالنسبه للاشخاص اللي عندهم ارتفاع في نسبه الحديد مثل المدخنين فالتبرع بالدم يقلل من نسبه وجود الحديد في الدم فهذه هي الفوائد الموجوده بالنسبه للتبرع بالدم المنتظم. بالنسبة للمضاعفات او المخاطر جدا قليلة وحتى لو حتى فتكون انيه ولفتره قصيره، من اهمها طبعا الشعور بالدوخه والضعف لدقائق بعد التبرع بالدم وممكن انه المتبرع بالدم يصير عنده منطقة مثل كدمه او منطقة زرقاء مكان دخول الابره وهذا يحدث مع كل سحب دم حتى لما نتبرع نعطي عينات للتحاليل ممكن ان تصير فاحنا عندنا تعليمات نعطيها المتبرع نشرحها لها ونعطيها بالايد انه يحط مثلا اذا صارت كدمه يحط شويه ثلج اول 24 ساعه، بعدين يحط مي دافي عليها بال بعد 24 ساعه، وما في حقيقه اخطار او يعني اهم اهم خطر دكتوره للتبرع بالدم ان كندورتك ممكن تخيس بالدم. <تصفيق> 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 احنا نحاول والله جهدنا يعني انه طبعا لان تعقيم نعم. الايد اثناء التبرع بالدم لازم يتم بماده الايوداين اللي هي الماده الصفراء لانه هذه الدم ممكن تنتقل جراثيم من جلد المتبرع صح. الى وحده الدم بس نحاول جهدنا انه من وصخ الكندوره ايوه دكتوره بس نبغي نعرف اهم النصائح قبل التبرع بالدم شو تنصحون اللي يتبرعون طبعا احنا نحب المتبرع يكون نايم زين باليوم اللي قبل التبرع بالدم بيكون متريق اذا هو جاي الصبح او ماكل وجبه خفيفه اذا يجي اثناء الظهر اه مو صحيح انه الناس يصومون مرات الناس الصوم قبل التبرع لا احنا نحب يكون مثل شارب عصير متريق ماكل اكل خفيف قبل التبرع بالدم وطبعا ننصح الجمهور الى الاطلاع الى تطبيق دمي اللي هو آآ آآ تطبيق على الهواتف المحمولة في الموجود بنظام الأبل والأندرويد باللغة العربية والإنجليزية لأنه في معلومات عن التبرع بالدم ونصائح للمتبرعين بالدم كذلك أن المتبرع ممكن أن يعبي الاستبيان ويعني يخلص جزء من عملية التبرع بالدم على الهاتف المحمول وهذا يقصر من وقت الخدمة وأي من الأسئلة اليوم اللي تكلمنا عنها كلها موجودة في تطبيق دمي معلومات نعم معلومات كاملة وكذلك طبعا في في تطبيق دمي إمكانية تسجيل المتبرعين إذا يرغبون التبرع فقط في الحالات الطارئة نعم. فهذا طبعا يساعدنا للوصول لهم إذا كانت أصناف دمهم قليلة التواجد أو نادرة طبعا دكتورة خبرينا عن الفئات النادرة نعم فئات الدم النادرة وكم نسبتها موجودة عندنا هي طبعا فئات الدم السالبة احنا عندنا اصناف الدم هي الاي والبي والاو والاي بي وكل وحده منها ممكن تكون موجبه وسالبه اللي هو يسموه عامل الريسوس السالبه هي مش نادره بس هي قليله التواجد فتقريبا يعني انه احنا نقول طبعا اكثر دم قليل تواجد هو الاي بي سالب وهو يقل عن ال 0.5% من البوبيوليشن وتقريبا الاصناف السالبه كلها ما توصل نسبتها الى حد 3 الى 4% من من المجموع الكلي فهي قليله التواجد بس من نتكلم طبعا علميا ونقول اصناف نادره في اصناف جدا قليله في العالم كله مثل البومبي جروب اللي هي يعني ينعدون عدد الاشخاص في اصناف تكون قليله نادره يعني حسب مش الجروب الاي والبي والموجب والسالب بس في بعد اصناف علميا اقل هذه ما سألت عنها لان م. اللي انا عارفة دكتور انه في عندنا عائله موجوده نعم في دبي عندها هذا هذه هاد نعم. الـ شو, شو سميتيه بومبي بامبي. اه بومبي, بومبي. هذه يعني عالميا في كل العالم هم يعني مش ينعدون على الاصابع بس هم عددهم جدا قليل, قليل, قليل جداً. في العالم هذه الصنف الدم ويعني من حظنا الحمد لله في عائله موجوده في دبي وهم حريصين اه دائما على التبرع ايه نعم ما شاء الله اخو اختهم البومبي جروب مم. واحنا نحاول كبنك دم دائما نتواصل معاهم حتى نخلي فيه تواصل بيننا وسبق قبل تقريبا ثلاث سنين كانت حاله في الكويت في الكويت وساعدنا و... انه سحبنا دم من المتبرعين شوفي المساله هذه وايد مهمه تبين ان أنت تتبرع بالدم يمكن سبحان الله لا أقدر الله ممكن تحتاج هذه الفصيله أكيد فهي هي عمليه ان الواحد ينتبه لهذه المساله انت اليوم في صحتك في كذا يا اخي روح تبرع هذه ترجع عليك بالفائده في المستقبل لا. لان ما بقول عن الكارما ولكن احنا عندنا في الاسلام ان الواحد يقدم هذه الامور لان ما جزاء الاحسان الا الاحسان أوكي. طيب دكتوره شغله اخيره انا أبغي اتكلم عنها للامانه لان انت ذكرتي في هذه الحلقه ان يتم تغيير هذه المكونات في الدم يعني تجديد. تجديدها وحتى انت تغيرين فئتها قلتي لي ممكن توصلوا مرحله تغيرون فئه الدم اذا كان الفهم مالي سليم ولا لا هو طبعا عمليه التبرع بالدم تساهم في تجديد خلايانا فطبعا من تفقد خلايا من الدم نحن تفقد سائل وتفقد خلايا نعم. فالجسم يرجع يعوض عن كل ما فقد المتبرع بصوره طبيعيه يعني نعم. وهذا يخلي المتبرع يحس بنشاط يعني اكثر المتبرعين يقولون نحس بنشاط واحنا خفيفين بعد التبرع بالدم مثل مثل الحياة. هي طبعا هي, هي من فكره الحجامه بس طبعا هنا بالتبرع بالدم هو يعني الوريد مركزي ياخذ من الدوره الدمويه, الدموية. المركزيه. صحيح. بالنسبه اللي تكلمنا عنه تغيير صنف الدم هي واحده من الابحاث العلميه اللي سبق وان تكلمنا عنها في حلقات سابقه صح. محمود اللي هي انه حاليا تجري اجراءات في تغيير كل الأصناف الدم الغير اللي هي الأو يحولوها إلى أو لأن الأو هو المعطي العام فهذا حيسوي يعني طبعاً لسه هذا تحت الأبحاث لكنها أبحاث ناجحة فممكن إن شاء الله نتأمل أنه تتطبق قريباً فتساهم طبعاً في حل كثير من المشاكل أنه تحول أصناف الدم المختلفة إلى أو فممكن نستخدمها شبه. لكن يبقى هناك حاجة إلى تبرع الأشخاص بالدم، وإحنا نقول إنه يومياً إحنا في حاجة إلى المتبرعين من كل الأصناف اللي بدونهم ما تقدر بنوك الدم توفر الدم المطلوب صح. إلى المرضى المحتاجين. آه كلمة أخيرة دكتورة توجهينها للمستمعين؟ آه أوجه كل الشكر والتقدير لكل الأشخاص اللي يتوجهون إلى مراكز التبرع بالدم يقضون وقت ويسوقون ويوصلون وطبعا في اجراءات للتبرع بالدم ويتحملون الابره ابره الدم وكل الاجراءات ويتبرعون لوجه الله لمريض حياتهم كلها منها. ما يعرفوه ولا حيقابلوا في معظم الاحيان، فكل سبحان الشكر والتقدير لهم وجزاهم الله خير. شكرا لك دكتوره مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، نذكر بان اوقات العمل في المركز من الساعة السابعة, السابعة ونصف ونص صباحاً, صباحا إلى الساعة السابعة مساء بصورة مستمرة من يوم الاحد إلى الخميس إلى الخميس، نعم. والجمعة ما احنا يوم الجمعة كل جمعة تفتح لكن يكون في عندنا حملات كبيرة للتبرع بالدم بالتنسيق مع جهات معينة يعني مفتوحة لجهات معينة ايه نعم ايه مش ايه للجمهور ويوم ايه السبت ايه نعم ويوم السبت نفس يوم السبت عادة مغلق لا لأنه مختبراتنا تفتح لفحص كل الدم لأن دائما الجمعة صح نسحب كميات جدا كبيرة فيوم السبت مختبراتنا تفتح لفصل الدم والفحوصات الفيروسية أنا أبغى أوجه بس تحية لكل العاملين في هذا المركز المتميز يعطيكم ألف عافية لكل الموظفين من الاستقبال إلي آخر واحد يشتغل في المختبر شاكرين لكم دكتورة شكرا والتقدير لكم لأن دائما تعطونا فرصة نوصل صوتنا للجمهور محمود من هذا البرنامج بالعبس. الحلو واجبنا. الله أتمنى دكتورة ميسون أن أي حد يسمعنا ومن زمان ما راح يتبرع توجه مستشفى لطيفه مر بتاخذ معاك تقريبا 30 دقيقه كلها على بعض اذا نزلت تطبيق دمي وعبيت الاستبيانات بتخلص بسرعه فيعني هذه هذا هاي دعوه نوجهها لكم مستمعينا وتكلمنا عن فوائد التبرع بالدم حتى انت بسيرين عقب الحلقه ها والله انا حسيتني ابغى اسير بصراحه انزين يلا عندت هناك المركز على طول طلعي وخلي السايق يوصلك يعني كم حاضرين. يسوى الواحد يقدر ينقذ انسان صحيح شيء جميل شعور جميل جدا عموما وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم كل الشكر لمعد الحلقه كان معنا الاخ يوسف سعد في الاخراج عيسى سبيل شكرا لك دكتوره ميسون الشعالي شاركتنا محمد. هذا تقديم هذه الحلقة، أتمنى لك إجازة سعيدة. شكرا ونتمنى لكم مستمعينا إجازة نهاية أسبوع سعيدة حتى نلقاكم مع مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد، حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.